أخبار اليوم. السداد لشهر رمضان وكل المصريين كل عام وانتم بخير، رمضان كريم علينا جميعا، اطلب ربنا يجعل هذا الشهر بركه وسلام لينا. وجينا مجموعه فنانين علشان نزين مع الاطفال مستشفى 57، نزين زينه رمضان وعشان نفرحهم. في اطفال ما بيطلعوش من المستشفى، فعايزين نحسسهم بالشهر رمضان وهم جوه المستشفى، ما يتحرموش من هذا الشهر. وخصوصا يعني المستشفى عارفين كلنا انهم اطفال صغيرين، وادينا لما نحن طفل صغير من زينه رمضان وحب رمضان وكده، ده كان الهدف ان احنا بالفعل نكون معاهم في هذا. انا كل سنه باجي، واجمل حاجه المشاركه معاهم، لان هي الحاله النفسيه مهمه جدا، والعزيمه حاجتين مهمين في المرض، اي مرض مش بس ده، يعني اي مرض الحاله النفسيه والعزيمه، الواحد لازم يخف، لازم يكون قوي. انت بتيجي تشجع الحاجتين، اللي تديله عزيمه ان هو لازم يقاوم المرض ده وينجح فيه، والحاجه الثانيه ان هو تشاركه الفرحه وتخليه نفسيته ترتاح.